إن هذا الفن من القتال خير تنمية لردود الأفعال السريعة للحالات الخاصة، فالممارس له إذا هو ما استقام واستطال عضد مشدود يستطيع أن يرتخي. إن هؤلاء هم أبناؤك يا جزائر، عيونهم ساهرة، قلوبهم طاهرة، صلبة كاسرة، نارهم ساعرة في وجه الجبابرة. هذا هو الجيش الوطني الشعبي، حمال ألوية، شهاد أندية، هباط أودية، جوال آفاق. إنها الجزائر القارة، بها رجال برة وشنود كرة، بها حدود ضرة ووجوه سرة، لها ذراع المجد درة تبقى شامخة ويفنى كل المرة. إن هؤلاء الأبطال هم للجزائر مشاعل الأنوار، هم للعبير نسيمه الفوار، يتخرجون قادة يرفعون راية التميز، هم في العزيمة همة الأنصار لبناء جيل رائد سلاحه علم ورحى للتقدم جار، ولهم بأخلاق الشهداء مآثر ترونها الآن بتواتر الأخبار. ناد له من كل حقل زهرة، بحر العلوم وأنهر الأفكار. إن وحوش المتوسط هؤلاء بتدريباتهم يرددون شعارا واحدا قائلين: ضمدي أمي جرحي واعلمي أنا جرحي التاج إذ يعلو الجبينا، واذكري يا أختي بالفخر أخا روح يسعى لقتال الغادرين. وإذا مات شهيدا فافخري، وإذا مات شهيدا فافخري، وإذا عاد فبالنصر المبينا. زغردي يا أمي، زغردي يا أمي، زغردي يا أمي وافتخري، فابنك شهم فدائي مغامر، فإن عاش حقق الرجاء، وإن مات فلتحيا الجزائر، فلتحيا الجزائر، فلتحيا الجزائر.